فاحنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم وهي عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم استاذ انا هود وكل الساده المشاهدين. اهلا بك يا اهلا بيكي يا دكتوره. عايزين بقى نطمن من حضرتك يا ترى الوضع هيكون عامل ازاي في الايام القليله القادمه؟ هل متوقع انخفاض ما في درجات الحراره؟ فرصه ما لسقوط الامطار الى اخره؟ تحس ان انت نفسك ان ده يحصل. طبعا اتفضلي يا دكتور. يمكن احنا شهدنا بالامس فرص سقوط امطار على القاهره الكبرى وبعض المناطق من شمال البلاد، متوقع اليوم استمرار فرص سقوط الامطار وده متوقع يستمر معانا ان شاء الله لنهايات هذا الاسبوع مطلع الاسبوع القادم. الامطار هتبقى طبعا بتختلف اماكنها من منطقه لمنطقه من محافظه لمحافظه، لكن مجمل الامطار تاثيرها اكثر في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. اغلب المحافظات دي بتشهد سقوط امطار من خفيفه لمتوسطه بسبب طبعا تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. كل ما امتدينا للمناطق الداخليه كل ما كانت كميات الامطار وفرص الامطار اقل، فالامطار بتمتد خفيفه لبعض مناطق من مدن القناه جنوب الوجه البحري، قد تصل خفيفه كمان لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن مجمل الامطار اليوم وخلال الايام القادمه غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، بالاضافه كمان مع طبعا سقوط الامطار هيكون في استمرار لانخفاض درجات الحراره خاصه ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، العظمى هتتراوح خلال الايام القادمه ما بين ال 25 وال 26 درجه مئويه على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، خلال فترات الليل ما بين 17 و18 درجة مئوية، يعني احساسنا بفترة النهار أجواء خريفية معتدلة تماما. فترات النهار فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون فيها أجواء مائلة للبرودة، يعني بنقول خلال الأيام القادمة خاصة خلال فترة الأجازة والويك إند الأجواء مستقرة تماما وتسمح طبعا بالاستمتاع بالأجازة بإذن الله. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال لي علاقه ب يعني هي المواعيد الشتويه وغيره، معلش احنا درسناها واحنا صغيرين بس بنسى، يعني هو المفروض فصل الشتاء يبدا تقريبا امتى؟ يوم ايه تحديدا؟ هو احنا لسه في فصل الخريف، نعتبر لسه في النص الثاني، بدايه النص الثاني من فصل الخريف، هينتهي فصل الخريف ان شاء الله 20 ديسمبر، بدايه فصل الشتاء 21 ديسمبر ان شاء الله، لكن احنا تدريجيا درجات الحراره ومعدلاتها بتبدا تنخفض تدريجيا، يعني معدلات درجات الحراره في شهر نوفمبر بتبقى طبعا اقل من شهر اكتوبر، وكمان في ديسمبر درجات الحراره بتنخفض فتدريجيا، معدلات الشهريه كمان في درجات الحراره بتنخفض. طيب ده لغايه يعني لغايه قد ايه فصل الشتاء المفروض دكتور منار برضه لغايه يوم ايه تحديدا؟ هو بيستمر معانا فصل الشتاء طبعا ثلاث اشهر، بيبدا تقريبا 21 مارس بيبدا معانا كمان فصل الربيع، فبيستمر معانا لشهر 3 فصل الشتاء. انا بحس ان الشتاء بيبقى شهر واحد في مصر، عشان كده انا بسال السؤال ده، لان بجد شهر 3 ده احنا بنبقى تقريبا صيفنا صح؟ يبقى كله اتلخبط عن زمان، احنا كان زماننا دلوقتي مش موضوع بقى مش مفهوم والله يعني بجد، يعني بجد الشتاء عندنا بحسه شهر واحد، يعني يعني شهر يعني مش شهر واحد، هو واحد شهر يعني. جامده جدا واحد شهر جديده بالنقطه يعني مش شهرتنا. دكتور منار بنشكرك، بنشكرك جدا. شكرا.